اهلا بينا، مرحبا بكم في حلقه جديده من دبارخ فلف. واليوم شنيا؟ اليوم اربع، دونك عندنا فكره المشروع. وفكره المشروع نتاعنا اليوم حاجه ياسر ياسر هايله. علاش؟ اول حاجه عيد الامهات على الابواب، ثاني حاجه تجي هكا نتاع انيفرسير خفلف هكا والكل تجي هايله هبال. اليوم باش نوريكم كيفاش نعملوا فكره مشروع، نعملوا دي جاتو نتاع انيفرسير يكونوا انديفيديوال ومحطوطين كيما القهاوي، باش يكونوا محطوطين في دي غوبلي. حاجه ياسر سمباتيك وفكره ياسر اوريجينال، نتصور باش تعجبكم برشا. يلا نخليكم على الانجريديون ومن بعد نبداو توت سويت لا ريسيت نتاعنا، خاطر متاكده اللي انتم مش تركزوا فيها واش تعجبكم ياسر ياسر ياسر. يلا للجنواز نتاعنا باش نستحقوا 180 غرام الفرينه نتاع رندا، هنا عندنا 180 غرام سكر، ياغورت ناتوريل، 40 غرام كاكاو بودر، ساشي نتاع خميره نتاع جاتو، 3 كعبات عظم ومعاهم سكر فاني مقدار ساشي كاملة، هنا 40 مليلتر حليب ومعاهم ويل دو تورنوسول متاع جديدة مقدار 160 مليلتر. نحطو كاليزانغريديون متاعنا، بطبيعة المساند الرسمي متاعنا شكون؟ جديدة وفارينة رندا. دونك اليوم باش نعملو فكرة مشروع هيلة، قلتلكم راني انا الحلقة متاع فكرة مشروع واللي تي ياسر 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 انشخ عليها. اليوم باش نعملو دي كي. هما شنو؟ ما نقولك سي لو جيست كي كونت، معناها شفت واحد هكا في عيد ميلاد وكل شيء، حتى حاجة صغيرة هكا تهديهيلو يفرح بها على الاخر، المهم انت تذكرتو. دونك الفكرة هذه متاع المشروع سي لو جيست كي كونت. باش نعملو فازة هكا جديدة اللي هما دي بيرثدي كيك اللي يسميهم، واللي يكونوا في دي غوبلي. لي غوبلي هذوك معاهم المغرفه نتاعهم ومعاهم الجو نتاعهم. هاني باش اوفيغ يا مزور نبدا نعمل الغوسات ونفسر لكم الدنيا كيفاش. اول حاجه باش نبداو بها باش نعطيكم جنوا سهله مهله ما كيفها حتى شيء، لا ابيض وحده لا اصفر وحده لا اركض هذا وحده لا حتى شيء. عندنا العظم، باش ناخذوا 3 كعبات. الحاجه اللي تعجبني واللي انا سورتو معناتها الكيك نتاع الاكلير كيك والكل اللي اكثر معروفين به الامريكان، يعجبوني على خاطر يحطوا كل شيء وخلط، مش ابيض وحده واصفر وحده والكل. دونك الروسيت هذه انسبيري من الامريكي. باش نحطوا توا الكونتيتي نتاع السكر، وعجبتني الفكره هذه على خاطر بالحق سامبل. هوني حطيت سكر فاني، غنقول لكم لي زانغريديون بعد نبدا نهر. باش نجي هوني ونبدا نركض، اما لازم نركضوا بالكدي بالكدي. انا هذه شيخه عليها خاطر تحسها هكا ياسر فينو والفكره اوريجينال، وينجموا حتى يكمانديوها اونلاين. معناتها شفت مثلا عبد غدوه لعيد ميلاده، دونك اليوم يقول لك الو انا حاجتي بجاتو هكا وهكا، ويتعدى يهزو ولا تعملوا ليفريزون ولا نركضوا هذوما مع بعضهم. شفتوه الابيض كيفاش كثت العظم بالكدي بالكدي لين ولا كريمو. هوني انا اخترت باش نعمل جنواز نتاعي باش نعملها شوكولا. شفت احنا خدينا قلنا 180 غرام فارينه وعليهم 40 غرام كاكاو، دونك انتم شنو تعملوا كي تلقاوها كي تحبوا تعملوها ناتور؟ ال 40 غرام تزيدوهم للفارينه العاديه، معناها يوليو 210 غرامات، 220 غرام، 220 غرام فارينة. فوالا هات نكملوا الليكيد تويكا. عندنا كعبة ياغورت ناتوريل باش نحطوها، باش نحطوا معاها الحليب اللي هو 40 مليلتر. نبداو نحطوا اوفوريا ميزور. هوني عندي دوزور، باش نجي هوني باش ناخذ الويل دو تورنوسول نتاع جديدة، وباش نجي نحط 160 مليلتر. مية وستين مليلتر لازمكم توزنوا. قولوا ليش من بعد راهي جاتنا هكا ولا جاتنا هكا؟ انا نودكم بالافكار وانتم عليكم التطبيق بالصحيح. بما انه احنا باش نعملوا جاتو بالشوكولاته هكا ولا ليه، دونك الشوكولا نجمو نزيدوها لي زيست نتاع لورانج بورغدين ولا سيترون، يمشي بالكدي بالكدي مع الشوكولاته، والا كافي سولوبل زاد كيف كيف نجمو نحطوها نحلوها في شويه ماء ونزيدوها. دونك الحاجات اللي اكيد الكل حطوهم من الاول. ما انا توا جوست نحب نعطيكم شويه افكار بارابور كي تعملوا جينواز شوكولا، شنو هو الحاجات لو ميلونج اللي يمشي معاه ولو مارياج اللي يمشي معاه بالكدي بارابور كي تحبوا تزيدوا ان اوتر انغريديون. دونك عندكم كيما قلنا لورانج، عندكم السيترون،
تاخذوا ليزيست نتاعو وتحطوه في وسط الخليط معناتها الكل. شنو اخر؟ البوفريوه، القرفة، كما قلت لكم القهوة زيدة تاخذوا اسبريسو تبدأ هكا قوية على الاخر تحطوها، وإلا تاخذوا كالكافي سوليوبل تحطوه تحلوه في شوية ماء سخون وتحطوه في وسط الخليط متاعكم. بي حطينا توا الليكيد الكل مع بعضه، إيش قعد؟ قعد توا الفارينة اللي ديجا وزناها، عنا بيان سور الفارينة متاع رندا سبيسيال باتيسخي، دونك وزننا منها هنية الكونتيتي اللي حاشنا بيها اللي هي 180 غرام ونحطوها في وسط الخليط. هنا عندنا ساشي نتاع خميره نتاع جاتو، وهنا عندنا الكونتيتي نتاع الكاكاو، ودو بريفيرونس الكاكاو خاطر فيه مكعبر شويه في زعما شت بعضه. دونك باش نشوف شنو نعملو، باش نصفيه صفيه صغيره، نجي ونحط الكاكاو. شو شفتك الكعابر من بعد هذوكم كان خليني حطينيهم ديريكتومون يقعدوا هكاك وما يهلكونا الجاتو، يجي فيه كعابر. حطوا شويه ملح، انا حطيت شويه ملح في الفارينه بوغ اكيليبري لو جو معناها نتاع السكر برشا وكل. نعطيكم فكره اخرى للناس اللي مثلا اللي ما نجموش ياخذوا الفارينه، تنجموا تعوضوها بودغ دامون. للعبيد اللي ما تنجمش تاكل السكر وكل شيء تعوضوها بستيفيا، دونك تلقاو ستيفيا تشريوها باش تعوضوا بها السكر العادي معناها. فوالا نحينا كلي غرومو الكل، نعمل ضربة صغيرة نحيو الفوي هوني بحذينا، وبالمغيز نبداو هذي. توا انا سخنت الفور 180 درجة. هي الفكرة في الفازة محليها هكا تلقى قبلي تلقى في وسطه هكا جاتو، وسبيسيالمون للسيد هذاك اللي هو عيد ميلاده لو لوندوما، ولا دونك تكمنديها وتخبيها لو لوندوما تهزيلو تنوريكم كيفاش سامباتيك على الاخر. مش لازم جاتو كبير ليها، مش لازم. خلينا نعمل فازة جدد وهذا المطلوب. بيان سور من بعد نتوما مثلا كي واحد باش يجي يكمندي ولا حاجة، معناتها لا كليونت ولا لو كليون تسالوه اسكو تحبوها شوكولا، شنو تحبوا لي قولي فيها، خاطر فما شكون ما ياكلش الشوكولاته كيف ماما. ماما ما تحبش الشوكولاته بجميع انواعها، في الفري في الجاتو في الجلاس، ما تحبش الشوكولاته جمله. قلت لها انت ماكش نورمال، فما شكون ما يحبش الشوكولاته. دونك فما اللي ما يحبش الشوكولاته تنجموا تعملوها ناتور، تنجموا تعملوها الجو نتاعها سيترونيه هكا، والا بالقابل بالاورانج وكل تلقاو تاع بورغدين، تنجموا تعملوها فخويتي. دونك نخلي لكم الاقتراحات والانوفاسيون الكرياتيفيتي لكم انتوما. دونك اش كنت نحكي انا نسيت، علاش بت هنا الحكايه هذه؟ اي فوالا باش نقولكم على لا فاريتي نتاع الحاجات اللي تنجموا تعملوهم، برشا انواع. دونك كيما قلت لكم تكلموا الكليون تسالوه تقولوا له اسكو انت تحبها شوكولا، تحبها ناتور، اسكو عندك دي بريفيرونس، عندك اليرجي على حاجه، لازم تسالوهم هذوما الكل باش نتوما تعرفوا شنو هو اللي تحطوا في وسط الجاتو هذيك اللي باش تعملوها. وشفت توا الكونتيتي هذي اللي حطيتها تعمل لكم برشا ديكاب معناتها برشا قبليات مش واحد برك. دونك هذه الحاجه الفازه اللي هي بالحق اقتصاديه وما تتكلفكمش برشا القبلي، فهمتوني؟ توا باش نحطوها في بلاتو نخليوها تطيب باش من بعد نعملوا ديمونستراسيون. فوالا 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 فوالا، حتى البلاتو نتاع الفور راهو يقضي معناه. جا اليوم انا حطيت فيه بالعاني. ونجي هوني حطيت بابي كويسون باش ما تلصقليش، ونحطها على الواحد الكل، ما لازمش تكون ياسر 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 خشينه. توا باش تمشي للفور على 180 درجه 30 دقيقه. اتوت
الجاتوه بتاعنا خرج من الفور، جربوها الروسيت هذيا ناجحه، تعملوا بيها لي جاتوه الكبار ولا صغار، راس العام، جاتوه راس العام، جاتوه دانيفيرسير، جاتوه عيد الحب، جاتوه عيد العيد، الكل تنجموا تعملوهم. بالحق جاتوه ياسر ياسر سهله وتجيكم التكستور نتاعها امبيكابل. هنا يا سيدك يا بن سيدك كمل الطابط. بعد ما كمل الطابط هوني عندي دو ان بورتو بيس، اللي هو واحد صغير برشا واحد كبير. علاش؟ على خاطر الجاتو نتاعنا باش ناخذوه باش نعملوه في دي غوبلي هكايا، نختاروا دي غوبلي يبدو مزيانين. انا هوني عندي اكثر من واحده، اها دونك ريتو هما تختاروا دي غوبلي مزيانين، كوسوا كان معناتها لانيفيرسير نتاع ولايه تختاروهم بلو، تختاروا حتى كولور نوتر وكل، وكان بنيه دونك تختاروهم كيما هكا غوز يبدو مزيانين، هما اللي باش نعملوا فيهم الجاتو هذا نتاعنا. دونك كيما تعرفوا الغوبلي شنو ما هو، يمشي القاع نتاعو صغير ويمشي يكبر. الدوره صغيره باش نحطها في القاع، والدوره الكبيره باش نحطها من فوق. هاد توا نقصوهم باش نجيو وباش ناخذو هنايا ونقصوا الجاتو نتاعنا. ريتوها ريتوها كيفاش لا تكستور هبيل. انا راهو هذه من احسن الجنواز اللي انا نعملهم، جنواز اما على طريقه تنويشه، مش كالابيض وحده الازرق وحده الاصفر وحده. دونك هوني باش نجي ونعملهم الكل هكا على قد انا اللي باش نستحق به. خلنا نعطيكم استوس اخرى، وكاو مثلا عندكم 3 كوموند 4 كوموند وعملتوا كونتيتي كبيره، بيان سور ما يتلوى حد شيء، تقصوهم وتخليوهم يتعملوا المونتاج نتاعكم، تخليهم في الفريجيدير، تعملوهم تحطوهم في كاليسا شيزي بوركول، تحطوهم في الفريجيدير. اما راهو انا متاكده اللي هو باش يخرج لكم بالكدي بالكدي، قلت لكم تبعوني تربحوني. راهو مفاد الكوش هوني، عندي هوني الكبيره توا ديمونسيون الكبيره اللي هي تجي هكا، ريتوها لازم تغطس في وسط الكوبلي. بيان سور كان انتم ناويين باش تعملوا المشروع هذايا او موا لازمكم هذوما باش يسهلوا لكم الكوجينه، تشريوا هذوما الزوز. كما قلت لكم راهو تنجموا تنكوهم باللي انتم تحبوا، تنجموا بالقهوه انا ننصحكم تعملوا اون ليست كل وحده الفيش تكنيك نتاعها، تعملوها كيما الليسته هكايا الفيش تكنيك، كان باش تعملوها هكا شوكولا، كان باش تعملوها بالقهوه، كان باش تعملوها ناتور، كان باش تعملوها بالفيكيا. دونك تقسموهم وتصوروهم هكايا بالكدا، تحطوهم على انستغرام ولا فيسبوك باش تشهيو العباد، وبعد تقولوا لهم اسمع تحبوا ها وما الانواع اللي عندنا، عندنا هذي وعندنا هذي وعندنا هذي وعندنا هذي، وهو يختار منهم. خندقوها بنينه بيان سور. اما نخدمو بالليغون. انا اونتر طون عملت اون كريم، لو طون اللي هذي طابت لي فيها لو كويستو هذا بريزيدون لو بلو، اللي هو يعطينا مطعم كيما الماسكاربون، دونك يستعملوه في تشيز كيك، في حاجات كيف من هكا، كريم شانتي وتزيد معاها هذايا، يزيد يعطيها هكا لو كوتي تشيزي هكا نتاعها، وتجي ياسر بنينه تشيزي، تمعنيها في هكا الفخوماج البني مشكل ماست. هنايا باش نقص باش نعملها بالفخيز، بويسكو توا الموسم تاع الفخيز وكل شيء، باش نجي ونقص الفخيز نتاعي وباش نحطو، وباش نحطو في وسط الجاتو، خاطر يعطي هكا هكا القروسيه نتاع الفخيز وكل، تعطي حاجه ياسر بنينه. فما شكون يحب مثلا سبيكولوس، فما شكون يحبها سنيكرز، فما شكون يحبها بالفيكيا، دونك الاذواق تختلف، اما البنة مضمونه. تو متشوقين كيفاش باش يجي ولا مكونش متشوقين؟ هاللي دبر خفلف باش تولي فكره مشروعك هاو. ما قلتوليش عاد عجبتكم الفكره ولا نكسروا شويه الريتم نتاع روسيت 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 لذيذة. بيه اسمعوني، عندي الكريم شانتي حطيته في بوش، حضرته وباش نبدا توا المونتاج نتاعي. عندي هنايا كولي تاع فخيز، تنجمو تاخذوا شويه معجون تحلوه في الماء ولا تعملوا سيغو الكل باش الجاتو ما يجيش شايح. نجي هوني نحط هذايا هكايا ونحطها في وسط الكوبلي اللي هو يبدا نظيف. فوالا نحط الاولى هنا بالكل
توا باش نزيدو نحطو الكريم شانتي اللي عملناها بالكريم هذيك الفرماج كويستو تاع بريزيدون، وهوني باش نحطو شويه فريز. دونك نجي هنايا نحط الكبيره نغطسها فكالكولي ونهبطها. فوالا الامور مريقله، ننزل عليها شويه بيديا، ومن بعد نجي ونحط الكريم ونزيد نحط الفريز. كيف كيف ناخذ كعبه اخرى ونحطها من فوق، ونجي هون هي باش نغطيها كلها هكا، ونخليه شويه كل 2 مليمتر هكاك. نجي نعمل هكا، هذوما بردوا دونك قعدوا الاخرين، حطيت زوز باش يبردوا، وهذوما باش نوريكم كيفاش نزينوا. شفتوهم شكل الكريم اللي حضرناها قبيله ولونيها بالجيل كولورون، كولورون جيل، ولا كولورون جيل. دونك هذيك تلقاوها موجود عند لي بيو في الباتيسري، كل الماتيريال تاع الباتيسري واللوازم الكل، تقولوا اعطيني كولورون جيل يعطيك في الالوان اللي انتم تحبوا عليهم. جوست حاجه بركه، راهو نكته تعمل لكم تبدل لكم اللون جمله. دونك اعملوا بشويه وعينكم ميزانكم وبداو خلطوا حتى كش تتحصلوا على الكولور اللي انتم حشتكم بها. هنايا تويكه من فوق باش نزينوا، دونك حطيتهم هكا في دي بوش، والبوش هذيا جوست عملتها هكا شويه بالمقص باش نجي هوني نكتب اللي نحب، بوسكو ما فماش معناتها اسباس كبير باش نكتبوا فيه. باش نعمل كان هابي بيرثدي باش نكتب البي والاش والدي. فوالا اش بي فوالا دي. دونك هوني نجمو نجيو نعملو ديكور هكا، بعد بالبروشيت نستويوهم. فوالا نجمو نحطو هكايا هكا، نعملو دي فورم. هابي بيرثدي فلين، ونجمو هوني نزيدو شويه هكا فيرميسيل. انا عطيتكم راهو الزينه اللي عندي توا، ما نتوما تنجمو كيما قلت لكم تتفنوا كيما تحب. فوالا كملنا زيرنا. دونك توا باش نوريكم الفكره كيفاش باش تكون. شفتوهم لي غوبلي دوكما، هذوما باكويت سوبور يتحط فيه الغوبلي. تو كيفاش نحيو كل واحد، باش نجي نعمل هكا ونعمل هكا. شقاولكم في الزين والعين، وهذا هو مشروعنا متاعنا اليوم.